نقل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله صباح أمس الساعة الرابعة صباحا، وصلت طائرته إلى مطار رواسي شارل دوغول الساعة السادسة والربع صباحا. حتى الطائرة لم تعلن على، يعني ما دخلتش في الحيز ديال البلان دو فول الرسمي مسجل في مطار رواسي شارل دوغول، ولكن الملك متواجد في باريس ولا نعرف حتى الآن من أي مصدر آخر الحالة الصحية ديال صاحب الجلالة. هذا هو الخبر اللي تلقيته، كنت أرجو الله أن لا يكون صحيحا، ولكن هو صحيح ومؤكد. فما نحتاج نطلب من جميع الشعب المغربي أن يدعو في هذه الأثناء لصاحب الجلالة، والله يطول عمره، والله يبطلنا صحيح ومعافي بشاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. دعاؤكم لجلالة الملك دعاؤنا جميعا، دعاؤنا لملكنا. هذه الكلمة غير باش نقول لبعض الناس وصحاب القنوات، أنا هو المغربي الأول والوحيد في العالم اللي خدا المسؤولية، خديت المسؤولية نونوبستان الدولة المغربية ماشي تا الحكومة والقصر الملكي، اللي أعلنت على تنقل ديال صاحب الجلالة إلى مسحة خاصة في فرنسا. أنا هو الأول عالميا بروح وطنية وبحب للملك وللشعب، باش الناس يكون تكون على علم وتتبع وتدعي مع سيدنا. هذا هو كان القصد ديالي. حتى الدولة المغربية، حتى الناطق الرسمي، حتى شي واحد إلى حد الساعة مازال ما عندوش لأسباب هذيك ترجع خاصة لصحة الملك وإلى آخره. أنا هو الأول في العالم وخديت هذه المسؤولية وكنتحمل كل المسؤولية. نعم، ولكن حبا في الملك وفي الشعب المغربي كذلك للدعاء للملك، هذه هي كذلك الوطنية. وحاجة أخرى، هاد الرباعة ديال العصابات ديال أخنوش ودمراتو وديال هاد المحابسية اللي جاب معاه ديال الأقوى وأكسال، هادي نديرو لكم الحد، هادي نوقفوكم على الحد ديالكم. ماشي هضرة ماشي كلام، هادي نوقفوكم هادشي. وديال وهبي ودابا عاد قنوات وناس اخرين وتيجيني وداكشي كادو، انا الاول اللي قلتها واتابع هذا عن كتب، عن كتب بجدية وبشجاعة، وصحة الملك وحياة الملك. ولكن احنا غادي نقلبوا عليكم الموازين، احنا غادي نقلبوا عليكم الموازين. انا كنتكلم مع المغاربة كلهم والمغربيات داخل وخارج المملكة المغربية الشريفة، وكل الادعاءات اللي كتتكلم وكتوقع على الخوال الخاوي على صحة جلالة الملك وحياة وعمر جلالة الملك. الأعمار بيد الله، والحياة منحها الله، ولا يعلم الغيب سوى الله. خصكم ما تبقوش تسمعوا هاد الأخبار الزائفة، هاد الأخبار الخبيثة من ناس خبتاء اللي كيتعاطوا في هاد الأنباء الفاسدة الفاشلة التي لا تعلم الغيب. احنا الله هبنا ملك عظيم، ملك كيعتبروه المغاربة الكبير والصغير والقاس على الحصير، الاب الروحي ديالهم والاب الثاني ديالهم والاب الاول بالنسبة لي، لأنا الاول ديالنا وديال حماية الشعب المغربي والاستقرار ديال التراب الوطني والاستقرار ديال حماية المؤسسات المغربية. ما تبقاوش تسمعوا هاد الخرايف البيتة وهاد الكلام الفاحش. العمر بيد الله، ونحن ندعو من أرواحنا من قلوبنا مستعدين، كاين احنا من الغرب مستعدين نعطيو القلوب ديالهم والدم والدماء ديالهم لصاحب الجلالة. نعم، فأنا كنشكر بصفة استثنائية اللي ما نقدرش، أنا عاجز على شكر جلالة الملك، جناب جلالة الملك اللي دار أمس في الخطاب ديالو الملكي السامي على حضور ووجود وانبعاث ونهضة وتجديد هيكلة مكاتب الجاليات المغربية، أي جمعها المتحد الموحد لخلق
مؤسسة وطنية ملكية مغربية لجميع المغاربة ومغاربة المهجر في العالم. وأشكر أخي الأكبر الأستاذ سيدي محمد البكري رئيس المنسق العام الوطني والدولي لمغاربة العالم في بلجيكا وأوروبا ومغاربة العالم على النضال ديالو منذ أكثر من 30 سنة باش نوصلوا لهاد النتيجة ديال اللوم اللي كانت نكرها الأزمي إدريس الأزمي بقى خايد غير في 39 مليون أورو اللي كانت ياكلها هباء بطرة حرام ولم يفعل شيء لمغاربة العالم ولا للشؤون ديالهم. وصاحب الجلالة أنهى هذا الجدال. اليوم مغاربة العالم يعتبرون مغاربة كجميع المغاربة ويساهمون بالغالي والنفيس ويضحون لأجل اقتصاد المملكة المغربية مع إخوانهم وأخواتهم في المغرب. هذا اللي نقول لكم. وعاش الملك، وعاش الملك، الله ينصر سيدنا، الله يطول عمر سيدنا والعائلة الملكية الشريفة وجميع المغاربة، وسلام الله عليكم جميعا وسيتبعكم.